طموحات كبيرة بيضعها المصريين على قناة السويس الجديدة لتحسين وضع الاقتصاد المصري، وهنا في بورسعيد وهي أهم مدن القناة بينتظر المصريين فيها تحقيق طفرة تنموية كبيرة تغير حياتهم للأفضل. قناة السويس مشروع جميل جدا، أهم حاجة اللي احنا نستخدمه بشكل صح اللي هو يفيد الشباب، مش يبقى مثلا شباب معينة أو حاجة تبع سلطة معينة يشتغلوا وشباب تانية ما يشتغلوش. عايزين تكون الأولوية لشباب بورسعيد في العمل في هذه القناة، وبرضه ما يقتصرش العمل على المشروع قناة السويس بس، المفروض يبقى يصاحبها مشاريع كمان. واحنا عايزين شرق التفرعة برضه اللي هي تكبر وتمد ناس كتير، شباب كتير قاعد أغلبية لحضرتك يعني مستنى برضه حاجات زي كده. اقتراب موعد الافتتاح بتتزين المدينة بكل مظاهر الفرحة اللي بتظهر على الشوارع والميادين الرئيسية لبورسعيد استعدادا للاحتفال باليوم المنتظر. احنا قايمين بحملات نظافة وتجميل وتزيين، سواء بالنسبة للشوارع بالنسبة للخضرة اللي موجودة كلها، كل البيوت وكل المؤسسات معلقة الاعلام بتاعت مصر فرحانة بهذا اليوم. بالنسبة للمشروعات وبالنسبة للشباب، من يوم 7 يعني تاني يوم الافتتاح بتاع القناة هيبتدوا يشغلوا في القناة الثالثة اللي هي تعتبر داخل ميناء شرق تفريعة، اللي بيحصل إنجاز طبعا دي حاجة هتعود على البلد كلها بالخير، وبإذن الله المستقبل كبير يعني للموضوع ده، ودي حاجة هتفيد الملاحة العالمية أصلا كمان. نشكر السيد الرئيس والله، وبنتمنى يعني يبقى خير للبلد وهيشغل شبابنا وهيشغل الناس كلها، والله يبقى مشروع حلو. يا رب يا رب يا رب، والله بنشكر الرئيس والله. القناة الجديدة والمشروعات العملاقة المصاحبة ليها بالنسبة لأهالي بورسعيد حلم طموح، هدفه إعادة عجلة التنمية من جديد لواحدة من أهم المدن التجارية في مصر. نسرين فؤاد، هنا العاصمة.